باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع. يا أبتي مار شربل الحنون، إليك ألتجئ، ثقتي بمعونتك تملأ قلبي. بقوة شفاعتك عند الله أنتظر النعمة التي أطلبها. فأظهر لي هذه المرة أيضا مقدرتك ورأفتك. يا مار شربل، يا جنينة الفضائل، تضرع لأجلي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. إلهي، يا من منحت مار شربل نعمة التشبه بك في جميع الفضائل، امنحني أنا أيضا بمعونته أن أنمو بالفضائل المسيحية. ارحمني، ارأف بي لأمدحك إلى الأبد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.